خلينا نروح بقى في اجواء المنافسات ونشوف النتائج، ونروح منافسات اليوم الاول من البطوله العربيه. شهدت مباريات قويه ونتائج مثيره النهارده، اتلعبت 6 مباريات وكانت النتائج كالتالي: فوز الزهراء التونسي على اليوناني السوداني بنتيجه 112-36 تقريبا كده، بفارق 76 نقطه، ودي نتيجه كبيره جدا. ولكن اكيد بنشكر الفريق السوداني على الحضور في هذه البطوله وحرصه على المشاركه، وبالتاكيد دي خبرات بتضيف للاعبين.